ويا هلا والله حياكم الله في قناة الرجل الضخم. رجعنا لكم بتحدي جديد يكسر الحديد. اليوم راح نسوي لكم تحدي. ايش التحدي الضخم؟ شكلك بتجيب لي فلامينغو. لا يا خوي. اليوم رجعنا لكم بسلسلة التحديات كسر الارقام القياسية. عجبتكم في الفترة الأخيرة، شايفكم مستمتعين ويعني عاجبكم الوضع للآخر. طحن انا شايف يا خوي. وانت عاجبك الوضع يا خوي؟ انا قاعد ارجع اتفرج. اليوم باذن الله راح ناكل 5 كيلو حبحب. ايش؟ اليوم راح اكل 5 كيلو حبحب وراح اكسر فيه رقم سحس اللي اكله في خلال 17 دقيقة و30 ثانية. كل 5 كيلو خلال 17 دقيقة. اليوم الرجل الضخم طبعا كالمعتاد بارقامه القياسية راح يكسر هذا الرقم باذن الله مرة ثانية. زي اخر مرة ثالثة مرة رابعة يا خوي. اجلد الميدان يا حميدان. ننزل لكم اكبر حبحبة يا خوي. ساعدني يا خوي، ساعدني. يا ولد انكسر الطاولة. هذه الاولى. استنى لو سمحت جايب لك واحدة صغيرة علشانك يا حينكو. ليش؟ طبعا هذه 5 كيلو وهنا بنقطع شويه للبريطاني. طبعا انا جبت له واحده صغيره على قد حبيبي تفهمني. يلا يا خوي. وطبعا الحين راح نبدا نقطعها نجهزها ننزل 5 كيلو على كيفك يا معلم. يلا يا حبيبي خلينا نبدا. استنى قبل ما نبدا لا تنسى تضغط زر اللايك واشتراك يا حبيبي عليك، ولا تنسى تشوف الحلقه السابقه. انا وفايز سوينا تحدي الالوان بطريقه خرافيه بطريقه فايز. يلا يا خوي نبدا. ابدا. يلا يا خوي بلش حبحبتك على جنب يا خوي. بسم الله يا خوي. أجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 مو كذا مو كذا. سنة يا سلام يا واد. خلينا ندور. لا تخرب بلا تخرب. ايش فيه؟ سنة انا اديك مسكين وصلة. اديك وصلة صغيرة كذا على قدك. اصغر قطعة حبة. تفضل. ايش بك يا خوي؟ والله تقوم يا عمي ابغى اقفل ابغى كذا. لكن لا 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 خوي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باردة. وحلوة يا خالي. يا حبيبي يا حبيبي يا سلام. حمرة. يقول لك البطيخة دي جميلة زي يا خوي. بطيخ للبيع. اجلود اجلود. يلا حنحط الميزان كده ونشغل المعلم. هنشغل الميزان وفوق الزبدية عشان يكون يدينا القراية الصفر. يلا شغل يا خوي. شغل وزنه صفر. شغل نشغل عليها وهي فوق عشان يدينا الوزن صفر. الوزن الفعلي. يس نعم. يا سلام. الحين الوزن صفر. نبدأ نحط يا معلم. مرة أكثر من 100. شو لا تكتب أكثر من 5 كيلو. أوكي 5 كيلو حق النظمة. هوب بس 5 كيلو. الحين شوفوا كم 5 كيلو بالضبط. وان كات زي ما أنتم شايفين. يا سلام خربة 5 كيلو. كم؟ وباينة كويس؟ 5000 8 جرام. يا سلام يعني 5 كيلو 8 جرام. خلينا نقطع لك الحبه بحقتك. قطع لي حقتي يا خوي. يلا يلا على السريع. زي ما انتم عارفين صاحب كسار قمر قياسيه اليوم باذن الله راح اجيب لكم رقم قياسي في الحبحب. وخليكم معي نهايه الفيديو وشوفوا الرجل الضخم ايش راح يسوي. اجلد اجلد. نقول ميدان يا حميدان. بسم الله. هوب جو. بسم الله. شغل. شغال شغال شغال. روح اجلد. وربي كفو. روح الضخم. روح 5 كيلو راح يسويه. انا توقعاته للفيديو ذا كم يغلق في حوالي يا طويل العمر. افكر كذا يعني ممكن 10 دقائق 11 دقيقه. رب كفو ورب الكعب كفو. الله كتابين ما نعرف ايش السالفه لكن لي كم يوم انا 16 ساعه 17 ساعه. ما نعرف ايش الارض يا متابعين.
انتبهين بقول لكم على اول مضاربة صارت في حياتي. كنت في امريكا وقتها حلو، رحت انا كنت في المدرسة وقتها ايوه، وجاء واحد ولد جديد في المدرسة هذا كذا كان مسوي نفسه وقوي وكذا عارف كيف، وانا مسوي مدرك المدرسة ولا شيء زي كذا، وبس جاء عارف كيف، كان كنا نلعب بيسبول في امريكا تعرفوا هذيك اللي في خربق خربق وبس جاء كذا مسوي معلم، هو ايش خش علي، خش على بطني عارف كيف، طيحني وخربق خربق ضربني. خلينا استمتع بالبطيخ الحين. يا متابعين ايش رايكم اصلع؟ هذا فكره حلو، خلي راس شعري الصلع كذا احسن من يكون عندك شعر يا شيخ، حتى لما تتروش كده تحس بيس طق 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 طق، والله احس كلام ما شاء الله اجد. ايوه ايوه كفو 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 بلع موت اون. انتوا ما نزلتوا تحت سويتوا خربق، ما نعرف قاعدين نسوي سووا خربق. أستون العرب، لا لا الرجل الضخم، هو الرجل الضخم أقوى من ماستون، أقوى من العرب كلهم وأقوى من اللي تقوله. ايه 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 روح يا وحش روح روح يا الشيخ روح وربي كفو خربق 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 على طول يا الشيخ. ربي ده جلاد، هذا جلاد ولذيذ يا جماعه طريق. تبين قلق ما شاء الله ما بقي له شيء، ورفت بالكعبة ما بقي له ولا حاجة، ما بقي له إلا مرة وكذا قطعة صغيرة. دن دن ها ها دن 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 11 دقيقة 54 ثانية. رب ننظف هذه ورب نرجع لكم، خلينا ننظف الشغل عدم أم الدنيا سكر.
طبعا زي ما انتم عارفين صاحب الارقام القياسيه محطمها، يعني هذه السلسله انا هعتمدها في القناه ان شاء الله. يقول لك الرجل الضخم كسار الارقام القياسيه. ايوه الرجل الضخم كسار الارقام القياسيه. يا سلام. ف 11 دقيقه و 54 ثانيه هذا رقم والله العظيم يعني رقم جبار، يعني الحمد لله فضل من رب العالمين. يعني انا هذا اشوف شيء ايزي، يعني شيء بسيط، يعني المفروض اجيب يعني اقل من كذا، وهذا الشيء يعني لسه انتظر القادم اجمل باذن الله. باذن الله ان شاء الله. انا لسه ادور، بدينا قاعدين نتكتك. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بدينا بالبرجر ودحين الحبحب، وباذن الله الاسبوع الجاي باذن الله البيتزا. باذن الله البيتزا الليمو، يعني 12 دقيقه 5 كيلو هذا رقم قياسي. سجل يا تاريخ ديني. ايوه يا حبيبي. وبكذا نقدر نقول ايش؟ وصلنا نهايه الحلقه. لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان، وقبل ما تنشروه اكتبوا في كل مكان الرجل الضخم جلادة الخاصة صاحب الارقام القياسية رجل الجلاد. طبعا احنا نكسر الارقام القياسية كلها باذن الله. طبعا بعد ما جبناها في 12 دقيقة يا خوي ايش فيه؟ ايش فيه يا خوي؟ من هذا المنبر اعلن لكم انه انا الاول في المملكة في عالم الاكل يا حبيبي عليك. يعني الحمد لله متر بيتزا في 40 دقيقة، وقريبا باذن الله رقم قياسي، و2 كيلو برجر في خلال 18 دقيقة. شكرا يا تاريخي. 5 كيلو حبحب في 12 دقيقة. شكرا يا تاريخي. واللي بعده شكله حيكون في 10 دقائق. وباذن الله البيتزا راح يكون رقم قياسي عالمي على مستوى باذن الله. اجلد. وبكذا نقول الميدان. لا يا خوي ما انت ما نمت حلقة ثانية. اقول لك والله ما زعلك يا خوي، بلاش متابعين دقيقه بس. يا سلام يا سلام. ايش في انت ما لومك يا خوي؟ الميدان حميدان والله. نرجع نظام الثاني يا خوي. نسوي تحدي سرعه بيني وبينك ولا مو فاهم؟ نسوي تحدي سرعه ليش؟ لا لا ما ما الا نسوي تحدي سرعه. سوي تحدي سرعه يا خوي. سلام يا اخي. برضاني ما يبغى يستسلم يا اخي. صل على النبي يا خوي. يقول ميدان حميدان نهايه الحلقه والله ما زعله. يلا حنسوي تحدي سرعه انا وبرضاني. اجلد نص حلقة طحن يا خوي. يلا يا خوي هذا نص هذا نص. اصبر 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 اكمل انا يا خوي. يلا 3 2 1 اكشن. دن فوق امك فمك مليان يا ولد. يلا متابعين والله متابعين صار مره سريع. يا انتم كنت افوز عليه والله والله سريع يا اخوي. هذا زمان يا اخوي، دحين خلاص الوضع تطور والله طول يا حبيبي. قبل ما نروح متابعين لا تنسوا زر اللايك واشتراك وانشر المقطع في كل مكان للمره الثانيه. حب عظيم لكم. I love you.